صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرى بعض الدعاة قد اتجه إلى أسلوب ذكر القصص، وبعضهم قد اتجه إلى شرح العقيدة وتعليمها وتفهيمها للناس، فما هو الفعل الصحيح وأي من الطريقتين أفضل وأنفع للشباب؟ الطريقة الثانية وهي شرح العقيدة وبيانها للناس. أما القصص يدخله الكذب ويدخله، وأيضا ما القصص ما يثبت العقيدة في النفس ويبينها، إنما هو من المسليات. والقصاص معروفون في الإسلام، كان العلماء قديما يمنعونهم ويكرهونهم لأنهم يأتون بأكاذيب وبأشياء بزعمهم أنها مؤثرة. أما القصص الذي ذكره الله في القرآن أو القصص الذي في السنة الصحيحة فلا بأس بذكره، لكن لمن يعرفون التوحيد. تبدأ بالتوحيد أولا، تعلمهم العقيدة، ثم تذكر لهم من القصص القرآن والسنة الصحيحة ما يثبت الإيمان في قلوبهم. نعم.